أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه الليلة المباركة الطيبة النيرة التي نلتقي فيها كل سنة في هذه اليوم، ليلة أول نوفمبر، نلتقي فيها بمناسبة أول نوفمبر. والجماعة نذكركم بخير أولا وقبل كل شيء، القناة هذه مشكورين محفوظين مستورين، رب العالمين إن شاء الله يبلغهم ويوفقهم لما يحب ويرضوا إن شاء الله، والحاضرون ربي يفتح عليهم ويوفقهم لما يحب ويرضوا إن شاء الله، وكل سنة وكل عام وأنتم بخير. ونذكر فيها أجدادنا وأحبابنا والمجاهدين، وخاصة المجاهدين التي ضحوا من هذا الوطن الشريف. هذا الوطن غالي علينا وعزيز علينا، رب العالمين إن شاء الله يرحم الشهداء وينعمهم ويقدس أرواحهم في الجنان إن شاء الله، ونحن نلتحق بهم مسلمين آمنين ومحسنين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله. طلبوا ربي بلادنا تسقم، طلبوا أصحابنا، والله يا هذه البلاد عزيزة، هذه البلاد غالية عند ربي، هالجزائر الحبيبة، ادعوا ربي بنواياكم نبقاو فيها وكامل شيء الأمن، هنا ما نبقاوش هنا، ها والله، نطلبوا ربي بلادنا يحفظها، ربي يسرها، ربي يبارك فيها، ربي يرعانا ويرعاها، من فوق سبع سماوات، نطلبوا ربي، قاعد في القرآن ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، ما قال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا والمجاهدين الله يجعل ربي يرحمهم والله يحفظ البلاد. والنخل ذات المال والحب والعز والريحان وما بأي